باك الشمال متقدم زي ما حضراتكم شايفين وبيعملها اوفر حلوه عند عطيه عبد الهادي، وعطيه بيجرب وشوط على طول وعلاء ميهوب وجول، جول علاء ميهوب، جول علاء ميهوب وبيبكي، مش معقول علاء، ما حدش مصدق اتعملت لعلاء ميهوب وعلاء لان هي لحظه ما بحبهاش ويوم غريب كله يا ابراهيم في يوم المباراه دي. ما فيش حد مقابلني قبل المباراه بيوم عايزين تجيب جول في النادي الاهلي. طبعا انا رافض الموضوع، رافض التفكير، رافض حتى التخيل، يعني ايه ده انتوا بتتكلموا في ايه؟ ما ينفعش طبعا نجيب جول في النادي الاهلي. حتى يوم المباراه وانا نازل اسخن، طبعا ما عرفش اسخن من استقبال الناس، كانت حاجه مش طبيعيه، ما عرفش اسخن فعلا. زي بقول لك يمكن كنت بتكلم قبل كده في احد البرامج ان انا نزلت من الاوتوبيس على ايام الاولمبي، رحت على اوضه النادي الاهلي، ما رحتش اوضه الاولمبي، رحت على اوضه النادي الاهلي. كابتن صلاح وسني كان مدير الكوره، كابتن عمر سلامه، سلمت عليهم وسلمت على اللعيبه كلها، كلهم اصحابي طبعا واخواتي، وكابتن حمدي المكرونه المدلك الله يرحمه هو هو اللي ربط لي رجلي. انا بقول لك بعمل كل ده في اوضه النادي الاهلي، يعني انا رحت على الاولمبي وانا نازل اسخن، كل ده بعمله في الاوضه. وحصل حوار بيني وبين حسام وابراهيم، نفسنا نكسب 2-1 وانت تجيب الجول، فبقول له انا مش عايز اجيب جول ولا عايز حاجه خالص، انا هي 90 دقيقه عايز اديها وخلاص وخلاص على كده، مش اكتر من كده فعلا يا ابراهيم. وده كان كل تفكيري. احمد الكاس كان في كان كابتن الاولمبي وكابتن اسكندريه ومن اشهر لعيب الكوره في اسكندريه، في نفس اليوم برضه قال لي ان هجيب جول النهارده. يا احمد انا مش عايز اجيب اجوال، انا ما فكرش اجيب اجوال ومش عايز اجيب اجوال، ده انا بلعب ضد النادي الاهلي. التفكير نفسه صعب. حصل صحيح، حصل اللي هي الحاجه اللي انا اللي مش عايزها خالص، اللي مش اللي ما بحاولش افكر فيها حصلت. بس هي دي 1-1 اهلي ومقاولين، اهلي واهلي والاولمبي، اهلي والاولمبي اسف، في ملعب المقاولين، ملعب المقاولين. مدحت العطيه بيشوط، جريت عليها جات لي نطت جول. بس عارف انا كنت بضرب المدافعين اول ما انا المره دي كنت عايز اروح له. ما انت بتقول لي بس كنت حالة النار مش طبيعي على فكره، عشان حاجه مش ما وده زود رابطه الجمهور بيك اكتر. الحمد لله ما يطقش يشوف جون يدخل في مرمى يعني، بس في اليوم ده الجماهير لقيت ناس بتسقف في المدرجات. يعني الجمهور الاهلي ايا كان مين اللي يجيب تعالى حد يتكلم كويس. اصل انت حياتك كلها هناك يا احمد، الشريط كله جه قدامك. وحياه ربنا زي ما بحكي لك كده. انت حياتك كلها الله يرحمه كابتن بوري. كابتن بوري انا كنت خارج على فكره، كنت ناقل خلاص، انا كنت خارج عشان مش هكمل، انا خارج. كان الكاس مسكني وكابتن بوري الله يرحمه قال لي طب اقف في الملعب، بس انت بعدها ب 10 دقايق ما كملتش. انا ما كملتش الشوط الثاني. قال لي اقف في الملعب بس، نخرج بين الشوطين واخرجك. خرجت؟ خرجت. انا نزلت طبعا تاني ماليش جو، انا نزلت وقفت في الملعب. عمرو انور معلش علاء ما تزعلش، معلش يا كابتن ما تزعلش، علاء عبد الصادق علاء ما تضايقش نفسك ما تزعلش، تخيل انت لعيبه الاهلي بيكلموني انا في الملعب والاهلي مغلوب 1، علاء ما تزعلش ما تزعلش ما تزعلش. طبعا نزلت الفتره دي انا يعني موجود مش موجود لحد ما خرجت بين الشوطين. فهي جت لوحدها كده. خرجت بقى بس خلاص بقى انا ما ينفعش، خرجت تاني وانتهينا على كده. وخرجت وكابتن كابتن بوري على الاوضه. اسود لحظات عمري لما نزلت. زي معظم الماتشات اللي موجود عندنا كده بعد فتره من توقف الدوري، هتلاقي سيادتك في نوعين من اللعيبه، لعيبه مستواها مرتفع ولعيبه مستواها قليل. واللي احنا شايفين مجموعه الاجوان اهو، كره بتلاقي حسن وجود حسن هنبدأ حالا أحداث اللقاء في المباراة قبل النهائية في مسابقة كأس مصر. وبدأ النادي الأهلي، وهذه خشبة بحلة من بعيد، أحمد الكاس، وليد صلاح، محمد يوسف، حمادة صدي اللي راجع بعد فترة غياب، تامر حفني، محمد عبد الجليل بيلم، تامر مرة ثانية في وسط الملعب لهذه مشتركة مع علاء ميهوب، تطول مرة تانية في الشمال وطويلة لأسامة يوسف، وماشي أسامة وعرضية حلوة وخطرة، ويخش أحمد الكاس ويلف. يا أول هجمة، خطر خطر أوي 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 أوي.
يوسف وعملها بانها تنتهي بنفس حلاوة بدايتها. عالية مشير وكاس بيلعب على طول، مشير مع الكاس ناجح لغاية دلوقتي الى حد ما في الحد من خطورته باستثناء الكرة اللي انفرد بيها في اول دقيقة، وهنشوف الصراع اللي ما بينهم هينتهي عليه. وحلوة واول انطلاقة لياسر ايام من الشمال، اول انطلاقة من الشمال وبيلم وعرضية لمحمد رمضان وبدماغه يا خبر يا خبر يا خبر، صاروخ جميل قوي 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 قوي، واول كرة تصحصح الجماهير وشوطة جميلة ومردودة يا ولد يا ولد يا ولد. محمد عبد الجليل انما محمد سلام يطلع كرة ببراعة واتقان، ضربة ركنية، ثالث ضربة ركنية من ناحية اليمين راح لها المرة دي وليد على الارض لعبد الجليل اللي عمل الصاروخ الجميل قوي. عرضية ومحمد رمضان جوه، الجول جول 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 جميل يا واد يا محمد رمضان يا استاذ استاذ العاب الهواء، تخصص العاب الهواء محمد رمضان، ياخد كرة جميلة من تسقيطة اجمل من وليد صلاح الدين، ويثبت فيها محمد رمضان ان هو ضمن ملوك العاب الهواء في مصر حتى هذا الموسم. برافو محمد رمضان، الهدف الاول للنادي الاهلي في الدقيقة 20 من الشوط الاول يحرزه محمد رمضان. سنتر نادي الاولمبي، وهنشوف دلوقتي هل هيتخلى النادي الاولمبي عن حذره الدفاعي ويكمل مع احمد الكاس حد تاني من وسط الملعب، ولا هيكتفي بتقييد اللعب في وسط الملعب، ده اللي هنشوفه مع بعض.